الحاجة للمشروع هو معاناة الأهالي في الحصول على مياه مفلترة للاستخدام اليومي. طبعا عدا الحالات المرضية اللي لاحظناها من بحص ورمل جراء استخدام مياه الآبار والمياه الملوثة. المشروع يندرج ضمن قطاع المياه والإصحاح بطاقة إنتاجية تقريبا 4000 لتر يوميا، أي ما يكفي 200 عائلة أو حي كامل. نحاول نزيد أعداد المناهل، ولكن المشاكل اللي عم تواجهنا هي عدم الحصول على وحدات فلترة بخصائص معينة.